رح ندمع محطاتنا هلا مع كندا بأرض ورد. كندا اليوم رح تاخذ اتصالاتكم مباشره على الهواء، وعندنا ايضا مجموعه من الاسئله من قبل. صباح الخير كندو. صباح الخير، كيف بدك نبدا دغري بالاسئله؟ يلا يلا نبدا بالاسئله. اول سؤال، ما عليه صوره. اوكي، نزعل لما ما يكون عليهم صوره؟ ايه، بس انه بضل فينا نجاوب، اكيد بيكون احلى اذا في صوره. يلا هات لنا شوف التشخيص، بصير التشخيص حتى تشوف. تخيلي بلا ما لما قال لك السؤال جاوبي. مش هيك؟ مش انت أنا. مش انت بطلة التشخيص أكيد. والتبصير. هلا رح نبدا باول سؤال. بونجور، عندي دي بلان جيرانيوم جلدوا من الطقس، اذا قصيتهم بيرجعوا بيعيشوا وميرسي. اوكي، نحن ما صرنا زمان حكينا عن الجيرانيوم، وهي وقت حكينا انها هي من النباتات اللي نسبيا كثير سهله انه واحد يهتم فيها. الخبريه الحلوه انه ايه، بيرجع بيمشي حالهم. هلا بيسوى انه السنه الجايه نتعلم انه شوي ندريهم من السقعه، لانه اذا سنه ورا سنه ما كثير هن منهم نباتات بيتحملوا هالسقعه القويه كثير، بس تقدر انه ترجع تقلع على الربيع. مزبوط، الحل هو انه نشحلهم، لانه بيكونوا بتعرفي غيدا السقعه مثل الشوب اللي كثير قاسيه، السقعه اللي كثير قاسيه اذا سقعه بيقدر انه النباتات تخش يعني تنشف تيبس، مثل كانها كانت معرضه لجفاف قوي كثير كثير. نفس المنظر بتشوفيهم بيسودوا، وبيصير الوراق بتطقطق كمان. هلا لحتى لي نقدر نرجع نحفزهم، نحن دائما بنقول بس يكون في عنا عادة مشاكل بالنمو عند النباتات وهيك، أزبط شيء إنه شوي نشحل من الأطراف لحتى هيدا الشيء يرجع يشجعه، وأكيد هيدا الوقت هو أفضل وقت لحتى نعمل هالعملية هيدي. فالجيرانيوم بيرجع بيمشي حاله، بس نرجع نبلش نشوف إنه طلع أوراق، بلش يطلع أوراق، ساعتها فينا إنه نضيف المغذيات، أكيد هيدا الشيء كمان بيعطي بوست زيادة وبخليها ترجع تنمو. أوكي، السؤال الثاني عم كمان معلي صور، الكمكوات هيك اسمهم هن ليمون الذهبي، كيف فينا نزرعها وحابه تزرعها؟ اوكي، شو الطريقه؟ حلو، انا إيه؟ ليمون ذهبي ما كنت بعرف انه هيك اسمها، بس كومكوات هن انواع الليمون او الاورنج اللي هن كثير صغار، يلي شكلهم شوي على شكل بيضه وبيجي اوفال، ويلي حلوين لزينتهم لانه كثير حلوه الشجره، وكثير طيب كمان الثمره يلي بتعطي عندها النكهه الكثير خاصه فيها، يلي فيها المروره الطيبه تبع كل عائلة الليمون اجمالا. هلا كيف فينا نزرعها؟ افضل شيء هو انه نجيب شتله تنحنا نفسخ فسخه ونقدر انه نزرعها، منا كثير هينه، بدها شوي ناس محترفين اكثر من هيك، لانه عاده كل الحمضيات وكل الاشجار المثمره الافضل انها تكون شجره او الراس مطعم على شرش يلي هو بيبقى بري اكثر، ويلي بيبقى اقوى، ويلي بخليها انها تقدر تضايم من سنه لسنه ثانيه. مشان هيك عاده كل الاشجار المثمره الافضل انه نشتريها من مشتل مختص بهالاشجار هيدي، لحتى نكون اكيدين انه عم نزرعها اليوم لحتى بعد سنتين وثلاثه تعطينا الثمر يلي نحن بدنا اياه. كمان سؤال كندا، كيف فينا نختار النباتات الداخليه اللي ممكن تتلائم مع الطقس او مع الحراره المرتفعه؟ اوكي، عم بلشوا يحضروا حالهم هيئتهم هلا للصيفيه. مزبوط، واذا كنا عم نحكي خاصه عن بلدان يلي بيبقى فيها الطقس مشوب، هلا اول شيء نعرف شغله، راجل جنرال او قاعده عامه، هي انه كل النباتات يلي بتبقى ورقتها سميكه هي النباتات يلي بتتحمل عاده ظروف اقسى من النباتات يلي ورقتها كثير رقيقه. كل الظروف، عطش او بتتحمل اكثر، وبتكون منا بحاجه لمي كمان مثل النباتات يلي هي رقيقه. الشوب نفس الشيء، الجفاف الجو نفس الشيء. نكفي لانه هذا موضوع طويل، بس ناخذ اتصال. خلينا ناخذ ليلى من زحله. صباح الخير ليلى. صباح الخير، كيف البردات عندك اليوم؟ برد كثير. تفضلي كندا عم تسمعك. ايه، بدي اسال. صباح الخير. صباح النور وحياتي. بدي اسالك، في عندي جردانيا مزرره كلها، بس عراس الزر، بس كعب الزر عاملي مثل ابيض. اوكي،
طيب بدنا نبلش نعالجها قبل ما تبلش تفتح، عاملة أبيض على بودرة شوي؟ ايه هي بتطلع من البودرة أبيض، ومثل قطن صغير صغير. اوكي، فينا نبلش نجرب نعالجها بمي وصابون وشوية زيت لحتى نخلي هالأبيض هيدا يروح عنا. زيت؟ شوية زيت، شي ملقعة، رح أقول لك شو، نقطة صابون، صابون أيوة. السائل مع ملقعة زيت أيوة بقلب قنينة مي أيوة، نخضهم كتير منيح، بعدين بنحطهم بمرشة ومنرش. كمان عندي جردينيا، ايه عاملي مثل هيك صدي الورقة. صدي؟ أيوة. كيف يعني، بتشرحي لي شوي؟ هيك لون بني، صدي مثل البني يعني. نقط صغيرة ولا أيوة لا؟ أيوة نقط صغيرة. اوكي، اذا كان هيدا مرض الصدي، نقط صغيرة لونها على بريك يعني بين الاورانج والبني. مظبوط. اوكي، عادة انا بنصحك انه اول شيء تبعديه عن كل النباتات التانيين. نعم. نقص هالوراق، كل الوراق منصابة؟ لا مش كل الوراق، البعض الوراق. اوكي، كل هالوراق يلي موجودة فيها تنشال وتنتلف، بتتبعد عن النباتات، لانه هيدا اذا مرض الصدي بيعدي كثير بسرعه ومنه هين انه يتعالج. يلي بدك تجربي تعمليه، بدك تجربي تشيليهم لهالوراق هدول، تتلفيهم بعيد، وبعدين تشوفي اذا عم بيرجع يطلع وراق هيك وما عم تقدري تلحقي ينشاله، الافضل انه هلا بتزعل غيدة بس نتخلص من نفتة الجردينيا. لا كانت مريضة كتير وهيك، ايه لأنه مرض الصدي منه سهل إنه يتعالج، وحتى لو قلت لك فيك تجيبي دواء للفطريات، يعني أنا بفضل إنه بالبيوت ما نستعمل أدوية قوية كتير، بفضل نستغنى عن هالنبتة هيدي بالذات وننتبه إنه ما تعدي الباقيين. بس نجرب أول شيء، أوكي عم تسمعيني؟ أيوة عم. نجرب أول شيء نشيل كل هالوراق وكل الاغصان يلي هي منصابه، بنشحلها ونشيلها على جنب. طيب ميرسي على الضبط. يا هلا. رح نتابع كندا بسؤال ايضا من المشاهدين. بس كنا عم نجاوب ايه بدك تكفي بالجواب مظبوط. الحراره، فاذا كان عم نحكي عن النباتات يلي هي بتبقى ورقتها سميكه هي يلي بتتحمل الظروف الصعبه، هلا يلي عم بيخطروا على بالي اكيد الكاكتوس يلي بتتحمل كل الظروف، الزاميو كولكاس اذا كان عم نسمع نقدر ناخذ الجواب، او بنسميها زاميو يلي هي هلا كثير دارجه عم بتكون كثير على الموضه، لانه كثير بتقدر انه تتواجد باماكن داخليه. بتقولي انه شو شكلها مثلا يلي هي دائما اسمها صعب، بس نحن دائما بنحكي عنها زاميو كولكاس. كولكاس اوكي، بكره رح ارجع اسالك. ما هيك؟ لا انا تلميذي نجيبي، بتعرفيني انت انا بس بحكي عن شيء بحفظه. بس هي نبته كثير حلوه وكثير مثل ما قلت ترندي هلا، اول شيء لانه عندها الوراق يلي هي كثير حلوه ومحدده، ولون الاخضر تبعها لون اخضر ساده، اخضر الغامق الساده، فعاده بالانتيريرز هلا كثير عم نفضل هالخطوط هيدي يلي هي واضحه عن انه يكون عندي نبته شوي مع اوراق صغيره والى اخره، فبيمشي حالها كثير منيح بالاماكن الحاره. السؤال هيدا عليه صور، عم بتقول هيدا هلا حنحط الصوره قدامنا، لو سمحتي هالشتله عم تصفر وعم تيبس على اطرافها، شو ممكن تعمل لها؟ اوكي، هيدي شتله الدراسينا مثل ما انا شايفينها، وعم نشوف على الاطراف في عندي لون على بني، اوكي؟ ما بعرف اذا مبينه على الورقه يلي هي بالنص، في عندي على الاطراف مثل هيك لون بني وحواليه في هاله شوي صغيره اصغر منها يلي شوي مبيضه، عاده هيدا بيكون سببه كثره المي. ايام كثير كثره المي كمان بتاذي مثل قله المي، وقتها بنشوف هيك، واذا كان بندسها لهالورقه بنلاقي انه محل ما انها عامله هالبني هي بتكون طريه، ما بتكون عم بتطقطق، لانه بلش يصير في عندي نوع من العفونه بقلبها. شو بدنا نعمل؟ اول شيء اذا كان في عندي صحن تحت البلانت، ننتبه دائما انه بس بدنا نسقي وتنزل المي، فينا خليها نص ساعة لنتأكد انه رجعت البلانت شربت، بس ما فينا خلي على طول المي بقلب الصحن لانه كأنه مغطسة الشروج انا دايما بالمي. هيدا اول شغلة. تاني شيء، عادة الدراسينا منا من النباتات يلي بتحب تشرب كتير، يعني مرة بالاسبوع هي كافية، بس طبعا هيدي الطريقه يلي دائما بنقولها انه نشبعها كثير منيح ونتركها تتنفس لترجع تنسقى ثاني جمعه، فالدراسينا ما بتحب المي كثير، يعني بنفضل انه نخفف لها
تتعطش احسن ما انه تشرب زياده، وبالتالي اذا كنا عم نسقي اكثر من مره بالاسبوع او حتى مره كل 10 ايام نخفف الاوقات يلي عم نسقي فيها. ويلي فينا نعمله هو انه نجرب نهول التراب، يعني هالتراب يلي على الوجه نشيله نبدله بتراب ثاني ناشف اولا، وبس نشيل التراب يلي على الوجه اذا بقدر بدون ما ضايق الشروش دخل مثل سيخ بقلب الشيش بقلب التراب لحتى اقدر خليها تتنفس، اقدر افتح مجال انه تتنفس تتنشف المي يلي هي موجوده بقلب الدراسينا. مع الوقت بيرجع بيمشي حال. الاوراق يلي شفناهم مسودين مش هن يلي رح يتصلحوا، ولكن الاوراق الجديده يلي بدها تطلع بترجع بتطلع صحتها منيحه. شو بدك تعطيهم نصائح هلا للمشاهدين؟ لانه هلا كان الطقس شوي ركز، يعني شوي وبلشنا نشوف شمسات وطقس وارتفاع بدرجات الحراره، ورجعنا هاليومين رجع العاصفة من جديد. ايه بقى، وكمان صار في برد حتى شوي ببيروت، واكيد رجع البرد اكثر مع الثلوج بالمرتفعات. شو بدهم يعملوا بنباتاتهم هلا؟ هلا هيدي الشغله نحن كل سنه بننطرها، لانه هلا قرب بدايه فصل الربيع. مزبوط. ايه. وكل سنه بيصير في هالكوارث اذا فينا نقول على المزارعين على القليله، يلي بيكون بلش يزهر اللوز، بلش تزهر كل الاشجار المثمره، وبيجي هيدا الشتاء لحتى بيصير كثير بخفف من الموسم. هيدي شغله ما فينا نعمل فيها شيء. من هون ورايح بدنا ننتبه على التشحيل، على التسميد، على كل هالاشياء هيدي لحتى يكون الموسم احلى من هيك. انا بعد عندي سؤال وصلني غيدا على كمان على الفيسبوك، يلي هو عن اشجار المشمش، وبيقول انه لقى دوده بقلب الجذع تبع المشمش، وحتى انه فاتحه طريق بقلب الجذع. بدي اقول انه هيدا شيء طبيعي بيصير بكل الاشجار يلي هي بنسميها اللوزيات، يعني التفاح، النجاس، المشمش، الكرز، الدراء، كل هالاشجار هيدي. وعاده الطريقه لحتى لنعالجها بنقول بعد الاتصال. بدك نقول دغري اذا يلا. سريعه بدك تقوليها؟ خليها لبعد الاتصال. بعد الاتصال مع دعد. صباح الخير. الو دعد، صباح الخير. بونجور. بونجور دعد، تفضلي، عم تسمعك كندا. ايه دكور، اذا بتريدي هلا سمعت قبل شوي. نعم. ايه عم بسمعك دعد، تفضلي. دكور، عندي اثنين جاردينيا. نعم. يعني صفيت شي 3 4 عندي هون. اوكي. بس اول سنتين عطيوا منيح، هلا لاني سمعت شوي الست عم تقول إلى البوتون على الجاردينيا بزحلي. انا عندي ما لهم ورق ابدا ابدا وصفر. نحن على 350 متر دلتيتيد، يعني شو بقدر شحلها؟ بقدر شو بقدر اعمل؟ هلا ما فيهم ورق ابدا؟ فيها شوي يعني أبو ما كثير. اوكي، هي اول سنه هيك بيصير؟ نعم. هيدي اول سنه بيهروا هالقد الوراق؟ لا، كل سنه، بس قلت انا تشوف اذا فيني اعمل لها شيء قبل ال اوكي. كل سنه بيهروا الوراق وبترجع بتوري وبترجع بتزهر؟ ايه، بس السنه الماضيه يعني اول سنه صرت فرق جردينيا لجيران يعطيهم يعني يحطوا بالسنون الطفل، وثاني سنه بس لنفسي ما عدت انجا يعني أبو. اوكي، بس عطيت وراق خضراء؟ ايوه، وراقه خضر وحلوين. يعني اوكي. هلا يلي فينا نعمله هلا ما في عليها شيء عم بتقولي لي، اوكي دعد؟ نعم. هلا ما عليها كثير ورق؟ بس ورق، وفي شويه ورق صفر. اوكي، وما في زرار؟ لا بديتو. اوكي، هلا يلي فينا نعمله فينا شوي نشيل من اطراف الاغصان، بس الاهم من هيك فينا ما نعملها هيدي العمليه. من اطراف من فوق هيدا. ايه؟ فساكج وبوليد، يعني بدي اسالك انه فيني نقيها؟ فينا اكيد، بس هلا ما تتاخري بعد اكثر، لان بعد شوي ببلش تعطي زرار ما بيعود فيك تعملي هيك. دكتور. اوكي؟ ثاني شغله، ما انا عم تقولي لي هيدي لما تصفر وانت على 350 او 400 متر طبيعي. يعني بتعرفي بالكوره منا يعني ساحل فيك تقولي. اوكي، ايه، بس في ساقعة خاصة بالليل. أكيد، وإجت موجة ساقعة كثير. مظبوط. يعني غطتهم شوي بس ما ضينوا نص نهار وراحوا. أوكي، فمشان هيك هذا اللي بدي أقوله، إنه طبيعي إنه يصير في هيدا الشيء. الجاردينيا النبتة بتضل ورقة خضر على مدار السنة، بس بالشتاء بتضعف كثير.
بتضعف كثير وبالبرد بيصير هيك ممكن انه يهروا كل ورقه لحتى ترجع بعدين تورق مثل ما عم بتقولي، يعني كثير السايكل مزبوط. هلا عم تسالني فينا شوي نشحل منها ايه؟ شوي ما ناثر عليها، يعني فينا نشيل انجا سنتي او اثنين. وثاني شغله اللي هي اهم نعطيها مغذيات، عم تقول ما بقى عم تعطي كثير زهور بس عم تعطي ورق، بدها تغذيه بالمواد يلي بالفرتلايزر يلي هو خاص بالنباتات اللي بتزهر. وهي مش بس ضاعت زعلانه انما جيرانها زعلانين كمان، يعني ما طلع لهم كمان جردانيا هذيك السنه. بس لحتى انبه شغله، وقت اقول مغذيات للنباتات يلي بتزهر اهم شيء انه ما يكون النيتروجين، يعني ما يكون فيه نيتروجين عالي كثير لانه هو يلي بيعطي ورق اخضر اكثر، وهذا الشيء يلي منه مطلوب. هلا سهيله ناطرتنا، صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، تفضلي. كنت صباح الخير. عم صباح النور. لا ابدا. لو سمحتي قالوا لنا جاي على لبنان هلا عم في دوده الصندل. ايه. ونحن في عندنا ارض وفي صنوبر، خايفين الوالده انه لانه هيدي ما بتموت غير بالحرق، يعني اذا صابن هالشجات شيء مبعوث بيروح وما له حل ثاني، هيك حسب معلوماتنا. كيف فينا ناخذ احتياطاتنا؟ هيك يعني كيف تنصحينا؟ لانه خايفين يقوم يعني أوكي. يوصل للشجر شيء. بده يوصل للشجر لانه هيدي بنسميها يعني ايبيديميه، يعني بتجي على كل الاشجار الصنوبر لسوء الحظ بلبنان، ولها اسباب عديده من اهمها انه الطيور يلي بتاكل هالحشرات هيدي ما بقى كثير موجوده بلبنان، هيدي وحده من الاسباب. الحل سهيله ما بده يكون شخصي، يعني على صعيد شخصي ما بيمشي حال، بده يكون على صعيد بلديه، على صعيد وزاره بيئه، وزاره زراعه. يلي بيكون عندهم خطة لمعالجة هيك اشياء، بس انه بيكون في تريتمان او معالجة للاشجار، شجرتين ثلاثة موجودين عندك بالحرش او بالجنينة ما بيمشي حال، بدك ترجعي للبلدية. ممكن، بس هي لانه البيت بقلب حرش كبير ودير من دار، يعني هلا ما بعرف مزبوط. البيت بلدية ممكن بالمنطقة عندها امكانيات تساوي شيء. ايه بس بدك تسالي اذا عم بيعملوا شيء، لانه في ايام كثير البلديات بيكون عندها اجراءات عم تاخذها بها الخصوص هيدي. انت عندك لحالك ما رح يمشي حال. على كل حال هو بس ننتبه دوده الصندل صحيح بتزعج الاشجار، بس كمان من بعدها يعني السايكل تبعها بيقدر يكون خطر علينا، لانه بيعمل حساسيه، بتترك كمان حساسيه لكل حدا بيتعاطى مع هالاشجار هيدي. وهو سايكل يعني شوفي بهالوقت بأوجهه وبعدين بيرجع بتخف 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 لحتى تختفي بالصيفية وبنرجع على أول الربيع، بس ما بيقدر يكون الحل فردي. يعني يمكن هي كمان عم تقول مشغول بيها لأنه حوالين البيت وبقلب الحرش، يمكن عم تعتبر أنه هيدا الشيء بركي مش من صلاحيات البلدية أو ما بتتدخل فيه البلدية. لا بس دايما بيكون في إجراءات، لأنه بيكون المنطقة هي منطقة فيها صنوبر ودايما بيكون في إجراءات من قبل البلدية تعملها. كنت بدك تقولي الحل هو وعطيتيهم نطرتيهم للمشاهدين. مزبوط. بقى كمان نرجع بنحكي عن الدوده اللي بتجي بقلب الاشجار وخاصه بقلب الجذع او بقلب الاغصان، هي بنسميها ال شو بيسموها؟ شفتي نطرت المشاهدين زعل كان اللي كان بيعكك السؤال. سوسه بيقولوا لها سوسة الخشب، لأنه هي بتاكل الخشب بقلب الأشجار. الحل هو أنه نلحقها، نقدر نلحقها، نلحق التراجي أو هالمجرى يلي عملته بقلب الشجرة ونعالجها بزيت بيقولوا له زيت شتوي، يلي هو قادر أنه بيجي على البيوض يلي موجودة بقلب الشجرة وبيخنقها مع الوقت، وبيخنق الدودة كمان يلي هي موجودة بقلب الشجره. فما في غير حل الا انه نلحق وين التراجي تبعها هي كيف تمشيت بقلب الجذع وين باضت البيوض، مش هيك في عاده محترفين بيقدروا يقوموا بهالشغله، مثل في سيخ بنقدر انه يفوت بقلب الشجره لحتى يعالج هالمرض هيدا. عندك سؤال ثاني كان وصل من قبل؟ عندي بعد اسئله كثير كمان، في اشياء وصلتني حتى مع صور ما بقى عندنا وقت.
كنت عم تأكد بس قبل ما يخلص وقتنا، طلع خلص وقتنا كندا. بشوفك نحن بنرجع ان شاء الله بعالم الصباح. بس اكيد لكل الاشخاص يلي بعتوا يلي صورهم كمان وصلوني ينطرون عن نهار الاثنين الجاي، اكيد راح تجاوبيهم عليها مفصلا ان شاء الله على الهواء. راح نتابع بعد لحظات مع زينب باجندا، خليكم معنا.